بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل شرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه الشادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين. وكنا بدأنا في كتاب أحكام النكاح، وتكلمنا على مقدمة فيما يتعلق بمعنى النكاح وشروطه وأركانه، ووقفنا على مقدمات النكاح. مقدمات النكاح وهي نظر الرجل للمرأة التي يريد أن ينكحها قبل الخطبة. الأول ينظر إليها، فإن أعجبته يتوجه ليخطب، والخطبة وعد بإتمام العقد وليست عقدا، فقط وعد. قبل الخطبة في النظر، وعلشان كده هو ابتدى يتكلم على أحكام نظر الرجل للمرأة مطلقة في الإسلام. الرجل هذا الموضوع يعني بيشغل ناس كتير، يقول لك ايه حكم نظر الرجل للمرأة؟ هنبتدي بقى نشوف المرأة دي بتنقسم إلى محارم، والمحارم أنواع، محارم على التأبيد ومحارم على التأقيد، وأجنبيات يعني ليسوا بمحارم، مش أجنبيات يعني سائحات، لا، أجنبيات يعني ليسوا بمحارم، يعني يجوز الزواج بهن. وقد يكون هؤلاء الأجنبيات مسلمات، وقد يكونوا كافرات، مسيحية، يهودية، وغير ذلك. فإيه أحكام بقى نظر الرجل للمرأة، خصوصا أنه بيحتك بالمرأة أحيانا في العقود، وأحيانا في الشهادة يشهد عليها، وعقود البيع لابد من معرفة الطرفين. فلو أنا هبيع عمارة مثلا لامرأة، أو هشتري سيارة من امرأة، لابد أن أنا أعرفها علشان يتم العقد، فلابد أن أنا هنزل وأجاب. يبقى أحيانا، وكذلك في مداوات المرأة لما تذهب للطبيب والطبيب ينظر إليها ومواضع جسدها حتى يداويها، كل دي عايزين نشوف أحكامها إيه. وكذلك في المعيشة العامة، هل للمرأة أنها تقعد تردع العيال كده قدام الناس الرجالة وتطلع ثديها وترضع ابنها تلقمه ثديها؟ طب أي رجل يجوز لي أنه ينظر إليها في هذا الحال؟ وهكذا كل هذه الأمور لابد أن يفهمها الإنسان المسلم. فهيتكلم في قوله ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، يعني سبع أنواع. أحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة. هينظر لامرأة أجنبية لغير حاجة الأول، واحدة أجنبية وما فيش ضرورة إنه ينظر إليها، إيه حكمه؟ إلى غير حاجة، لغير حاجة إلى نظرها، فغير جائز، حكمه إيه؟ غير جائز. لأن يعني ربنا بيقول وقل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولو عكست يبقى نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بغير حاجة برضو غير جائز، لأن العكس بالعكس برضو الحكم ماشي، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى ما نقول نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة ولو كان هرما وشيخا عجوزا فانيا عاجز عن الوطن لغير حاجة برضو ما ينظرش للمرأة ويبحلق فيها ويقول لها إيه أنا مرتاح كده، أنا مبسوط كده زي في المسرحية، واخد بالك؟ كده ما ينفعش، واخد بالك؟ فده برضو حرام. يبقى إلى الأجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز، فإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها، هيدي لك أمثلة للحاجة التي تستدعي النظر للمرأة الأجنبية، هيشهد عليها قدام القاضي أنها سرقت أو أنها أم فلان عشان يثبت نسب، أو أنها عقدت العقد الفلاني للبيع أو للشراء لأي سبب، يبقى له ان ينظر ايه. احنا نحط قدامنا كمان ايه الامتحان الشفوي في الكليات، كانوا يتخانقوا معايا وانا طالب لما اقول لهم يا جماعه يجوز المراه انها تكشف وجهها امام الممتحن علشان يتحقق من شخصيتها. كنا في كليه الطب، الجماعه السلفيه كانوا معانا برضو زمايل يتخانقوا معايا، لا ما تقلعش النقاب يا جماعه، تقلع يا جماعه، ما هي ممكن تبعت اختها تمتحن مكانها، وهو من حقه انه يعرف اللي قدامه دي هي فلانه، لان ده هينجحها ويخليها طبيبه وتكشف عن الناس بعد كده. فما ينفعش يتخانقوا معايا ويقولوا الدكتور يسري ده مش عارف ايه، لان انا كنت باخد العلم على المشايخ وهم بياخدوا العلم من الكتاب. فرق بين اللي بياخد العلم من الشيخ وياخد العلم من الكتاب، وكانت مشكلات بقى ويتنططوا، فمالهاش لازمه. البنت المنتقبه في الجامعه داخل امتحان الشفا وتروح شايله النقاب من نفسها وتقعد تمتحن وتوري له الكارت بتاعها، يمتحنها، لان ده جائز شرعا، واللي بتعمله كده غير جائز شرعا، انها تغطي وجهها اثناء الامتحان غير جائز شرعا، خد بالك. كذلك لو داخله مبنى حكومي مهم وفي امن على الباب عايز يعرف مين اللي داخل ومين اللي طالع، روح كشف على طول وجاء من نفسها، ما تعملش اشكال على البوابه ويقول لك الدين بيقول كده، لا الدين ما بيقولش كده، الدين بيقول اكشف وجهك عشان يتحقق من شخصيتك، والا مجرمين هيلبسوا نقاب ويخشوا يعملوا تفجيرات داخل المبنى. فما ينفعش، الشرع اوسع من ضيق افق اللي فاهمين الدين غلط. بتصرف شيك وقدمت له الرقم القومي اسمها والشيك، طب هو عايز يعرف ان الصورة اللي في الرقم القومي دي هي صاحبة الشيك ده ولا مش لاقيها في الشارع، فهمت؟ تقوم تروح كاشفة النقاب عشان يصرف لها الشيك وتمضي وتوقع امام بيقبضها المرتب في المصلحة، تكشف وجهها علشان صراف الخزنة يعرف مين اللي قدامه فيقبضه. داخلة العمارة اللي هي ساكنة فيها والبواب مسؤول، العمارة دي فيها 100 شقة، كل شقة فيها سكان، ولو حصل سرقة في شقة من الشقق البواب ده بيروح في داهية، فمن حق البواب اللي قاعد على باب العمارة يعرف مين اللي طالع ومين اللي نازل، كويس؟ وهي داخلة شقتها اللي هي ساكنة فيها في العمارة تروح كاشفة النقاب على طول، وهي داخلة من نفسها كده، كانت جدتنا بتعمل كده. يعني احنا كنا نشوف جدتنا كانوا بيعملوا كده لأنه كانوا فقهاء، لأنه أزواجهم كانوا مشايخ في الأزهر عارفين. تيجي أول ما تخش عمارتها تروح كشفة وشها على طول، تمشي في الشارع تروح منزلة النقاب، إنما الوقت تحط النقاب ما ترفعوش إلا يوم الغسل كده، ما ينفعش. مش هو ده الدين بقى، فهمت إزاي؟ ده مش هو ده الدين، ده اسمه التزمت، فهمت بقى إزاي؟ ده تزمت لدرجة إنها تيجي تحرم تقول لهم يا جماعة إحرام المرأة في وجهها كفاية، تقول لك لا هغطي برضه، يعني يبقى بتناكف الشرع بقى، لما الشرع قال لها اكشفي ما كشفتش، يبقى ده يبقى بتغطي وجهها لهواها وليس لايه؟ للتعبد. فهمت بقى المساله؟ فلازم نفهم الاحكام كويس عشان نعرف. يبقى في بعض الضرورات اللي بتستوجب دخل الحرم الجامعي، طالبه داخله الحرم الجامعي
من حق موظف الامن على الحرم الجامعي ان ما يدخلش الا الطالبات او اعضاء هيئه التدريس عشان ما يخشش ناس يندسوا في هذا الحرم الجامعي. فيبقى من حقه على طول وهي داخله روح رفع النقاب كده، وهي داخله البوابه بس عدت البوابه تروح منزله النقاب وتمشي. بسيطه سهله. لكن لا، لا يقفوا على البوابه يعملوا ازعرين، ويجي لك العيال مدقون يتخانقوا مع موظف الامن ويدوا له وفي الاخر يقول لك شوف الاسلام. الاسلام مش كده. الاسلام اعلى من كده. واخد بالك؟ وافضل من هذا بكثير. فلازم نفهم ان هذا التفكير التزمتي ده تفكير جاي لنا مستورد من بره من الباديه. مش تفكير اسلامي ولا تفكير المصريين. فلازم نعرف الحكايه دي. يبقى في بعض الضرورات تجيز للرجل الاجنبي ان ينظر لوجه المراه الاجنبيه. هذه الضرورات معروفة عند عقد البيع، عند الشهادة، عند الامتحان، عند صرف الشيك، عند الشهادة عند القاضي، عند الكشف عند الطبيب. ده أنا بتجيلي بعض المريضات المنتقبات ومعها زوجها الملتحي، يقعد هو اللي يشتكيلي. طب مش هي اللي مريضة؟ ده أنا قد أبوها يا ابني في الداء، ده أنا دكتور وبقالي 30 سنة دكتور. يروح مقعدها قدامه ويبص لها يصغر لها كده يروح خايف. وبعدين هو اللي يقول اصل هي بيجي لها مغص واحيانا بتبقى تعبانه هي. طب يا سيدي انا عايز اعرف هي تكلمني. ساعات من صوت المريضه الواحد يستكشف حاجات. يعني لو عندها ورم في رقبتها وصوتها مبحوح دي علامه ان الورم ده يمكن يكون خبيث مثلا. يقوم ده حتى نفس طريقه القائها في الكلام دي بتعين على التشخيص. لا، هي اللي تتكلم. اجي اكشف عليها يبين لي كل حاجه بجسمها الا وشها. طب ما انا عايز اشوف الوش فيه شحوب ولا لا، عندها انيميا ولا لا، عينيها دي فيها صفره ولا ما فيهاش. ما ده بيعنا على الكشف يا جماعه. ويجوز للضروره عند مداواه المراه يجوز ان تكشف للطبيب بقدر ما يحتاج لتشخيص الدواء والداء والداء. جهله جهله عجيب. واخد بالك؟ فاحنا عايزين بقى نرجع تاني للاسلام الحلو. الناس لما بتشوف الاسلام ده في اوروبا بيتصدوا عن الاسلام. لما بيشوفوا التطبيقات دي في بلاد المسلمين بيكرهوا الاسلام والمسلمين. فاحنا ايه عملنا اعلان وحش عن ديننا. ديننا مش بعزيز. فهنيجي نتكلم بقى بعد كده. ايوه، وفي دكاتره لو كانت المراه بنفس كفاءة الرجل يبقى تروح للمرأة أول. لكن هذا الافتراض غير موجود. ده احنا عندنا الطبيبات لما بيجي لهم مريضة فيها مشكلة بتعرضها على زميلها الدكتور. لأن هم مش بكفاءة الرجالة في المهنة. الشرط اللي شرطه الفقهاء ده غير واقعي، يقول لك إذا كانت هناك امرأة تداوي بنفس كفاءة الرجل فالمرأة أولى. أنا معاك، لكن غير موجودة. يبقى تروح للراجل المؤتمن بس وخلصت. سهلة. فهمت؟ انت الوقت لما تتجوز ومراتك هتولد، واخد بالك، وعندها مشكلة في الولادة هتخاف توديها لواحدة ست، هتدور على دكتور شاطر. انا واحدة قريبتنا كانت بتولد وبتولدها استاذة في القصر العيني، مش هقول لك اسمها، مشهورة، وزوجها استاذ نسا دفعة واحدة. حصل نزيف الست دي وهي بتولد. عارف عملت ايه الاستاذه دي؟ طلبت زوجها، هما الاثنين زملاء واحد، جاب التليفون مخصوص جري وقف النزيف وبتاع، وهي داخت لما شافت النزيف من شدته كانت هتموت منه. ده وقائع احنا شفناها وعايشينها. فيبقى يجوز للطبيب ان هو ينظر للمراه الاجنبيه لان دي حاجه للتداوي. فهمت بقى ازاي؟ فدي نقطه مهمه. فادالك هنا مثال كالشهاده وخلاص، لكن في امثله كتيره بقى احنا نقعد نحكي فيها كتير. فان كان النظر لحاجه كشهاده عليها جاز. جاز مش سولار. لا، جاز يعني جاهز. اصل دلوقتي في ازمه بنزين تيجي يقول لك جاز، مخك يروح للسولار. وبعد مشكله الجاز بتاعه اسرائيل وبتاع، ما هو العالم بخاء دخل في بعضه. فيبقى جاز هنا يعني جائز، مش جاز يعني غاز. دي مالناش دعوه. يبقى جاز يعني مباح يعني.
والثاني الايه الحاله الثانيه، ما احنا قلنا سبع انواع نظر الرجل للمراه الاجنبيه، سبع انواع. كويس. النوع الثاني نظر الرجل، نظره اي الرجل الى زوجته وامته وتعكس، ونظر الزوجه الى زوجها برضه نفس الحكايه. نظر الرجل الى زوجته وامته فيجوزان، ينظر من كل منهما الى ما عدا الفرج، اما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف، والراجح انه كمان ينظر للفرج. كويس. يبقى في وجهين بالنسبه للفرج، بالنسبه للرجل مع زوجته او الزوجه مع زوجها، ان ينظر منها كل شيء ما عدا الفرج، ده وجه. طب وحكم النظر للفرج ايه في هذا الوجه الضعيف؟ انه حرام. في وجه تاني انه يجوز النظر للفرج ولكنه خلاف الاولى، لكنه يجوز، واخد بالك؟ وده الراجح والمعتمد. والاصح جواز النظر الى الفرج لكن مع الكراهه. مع الكراهه يعني خلاف الاولى، يعني لا ياسف. كويس. النوع الثالث والثالث نظره الى ذوات محارمه بنسب او رضاع او مصاهره. ذوات المحارم الى المحارم على التأبيد، يعني اخت الزوجه لا، لان اخت الزوجه محرم على التأقيت كده بره. يبقى ذوات المحارم على التأبيد له ان ينظر منهم كل شيء ما عدا ما بين السره والركبه. يعني اختك ممكن تقعد ترضع ابنها قدامك، مفيهاش مشكلة، ما هي أخت. فهمت بقى إزاي؟ لكن ما ينفعش تقعد تردع ابنها قدام صاحبك. واحد خد بالك إزاي؟ لأن دي محرم على التأبيد. يبقى زي الأجنبية لأنها محرم على التأقيت. مجرد تطلق أختها وتنقضي العدة وتطلق تتجوزها. أجنبية بالنسبة لها. فهمتني بقى إزاي؟ والثالث نظروا إلى ذوات محارمه بنسب، بنسب زي مين؟ زي الأم وزي البنت وزي الأخت وزي بنت الأخت وبنت الأخ وزي العمة، واخد بالك؟ وزي الخالة وزي الجدة، دول بنسب. أو رضاع، زي أخته من الرضاع وأمه من الرضاع. أو مصاهرة، زي أم مراته حماته يعني، ما دي حرام عليها التأبيد، ما يقدرش يتجوزها، خلاص بقت زي أمه وزي بنت مراته، واخد بالك؟ بنت مراته طالما دخلت بالأم حرمت إيه؟ البنت، خلاص بقت زي بنتك. زوجة الأب دي حرام على التأبيد. كل دول يحرموا بالمصاهرة. فهمت بقى؟ أدي الأمثلة. أو أمته المزوجة أو أمة المزوجة اللي هي إيه؟ فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. يبقى عورة المحارم ما بين السرة والركبة. يعني بالعربي كده طول عمر الدنيا البنت بتقعد تردع ابنها، واخد بالك؟ قدام أمها وقدام أخوها، مش كده برضه؟ قدام خالها، قدام عمها، عادي لأنها محرم على التأبيد. فهمت بقى المسألة؟ فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. شوف، ما بين السرة والركبة، يعني السرة داخلة خارجة والركبة خارجة. فهمت إزاي؟ يبقى السرة خارجة والركبة خارجة. أدي معنى كده. أما الذي بينهما يعني بين السره والركبه اللي هو القبل والدبر والحاجات دي كلها والفخذ، فيحرم نظره. والرابع النظر الى الاجنبيه لاجل حاجه النكاح. هنا بقى جايب كل الانواع دي عشان النوع ده، هو جايب ده باب النكاح، هو عايز يقصد الكلام، بس لما الكلام جر بعضه فقال لك انواع النظر كله بقى. لكن هو جايب في باب النكاح ان الرجل اذا اراد ان يتزوج امراه أجنبية، طبعا اللي هيتجوز واحدة أجنبية لازم أجنبية عنه، وإلا مش هينفع يتجوز واحدة محرم، يبقى يجوز النظر له حتى
يعلم من التي سوف يتزوجها وينظر منها ايه؟ الوجه والكفين بس كمان، وينظر منها الوجه والكفين، وهي لها ان تنظر اليه ايضا. خد بالك. والرابع النظر الى الاجنبية لاجل حاجة النكاح، فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر الى الوجه والكفين منها ظاهرا وباطنا، وان لم تأت يعني ظهر ادي بطن الكفه ودي ظهر الكفه والوجه اهو، يبص من الوش كده ويبص من الجنب كده ويبص من الجنب كده، ولو فتحت بقها وبتتاوب ممكن يبص كده. ايه المانع؟ بس سهله واضحه يعني. مش انت بتشوف العين وهي مفتحه كده ولا تشوفها وهي مغمضه؟ مش ده ظاهرا وباطنا؟ بس كلام الفقهاء لطيف، بس انت ايه تكبر مخك معاه تلاقيه حلو، كلام حلو. ما تعرفش تشيل لفظ على فكره، لو شلت لفظ يختل المعنى، عندهم دقه يعني. وان لم تاذن له الزوجه في ذلك، يعني وان لم تاذن يعني حتى من وراها كمان، يعني يتحين كده وهي مثلا قاعده مثلا مع اخواتها يروح باصص كده ايه ويلقط كده بص علشان يشوف هل هو فعلا شكلها كده يريحه لطيفه كده يقدر يتزوجها، ولا شكلها يقطع الخميره من البيت ومش هنستريح لبعض. فهمت؟ له ان يفعل ذلك. وان لم تاذن له الزوجه في ذلك وينظر من الامه على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحر، الامه هي الرقيق يعني. الخامس، النوع الخامس، النظر للمداواة، اللي هي شغلتنا احنا بقى اطباء بقى، واخد بالك؟ النظر للمداواة، الطبيب والحكيمة والقابلة اللي بتولد، واخد بالك؟ والبني ادم اللي هو بيمرض مريض، يعني افرض مثلا انك انت عندك حد مريض في البيت عندك وتمرضه، تضطر ساعات يمكن تحميه، تغير له هدومه، تعمل له حاجة، كل الحاجات دي واردة بتحصل. والخامس، النظر للمداواة، فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليه. يبقى الطبيب ينظر للمواضع التي يحتاج إليه، لكن ما ينظرش لكلها. يعني الموضع اللي محتاجه للتشخيص هو اللي يكشف عليه. غير كده ما يصحش. لأن في برضه أطباء قلالة الأدب. بتحصل كل فترة بتحصل، يجي لك بني آدم كده عنده شذوذ في تفكيره، عنده سوء خلق. وبعدين على فكرة على طول المريضة تعرفه على طول، بتحس بيه على طول، يتكشفوا على طول. فهمت ازاي؟ فننصحهم انهم يتأدبوا بدل ما يترزوا علقة، لان بيترزوا علقة. فيبقى الواحد لازم يكون ثقة، واخد بالك؟ يبقى المواضع اللي يحتاج اليها في المداواة، حتى مداواة الفرج زي في الولادة، ما هي الولادة بتولد منين؟ ما هي بتولد من الفرج. ويكون ذلك، يبقى لو الطبيب هيكشف على المرأة يبقى في حدود في وجود محرم. دي لمصلحة الطبيب ولمصلحة المريضة الاثنين، عشان ما تجيش المريضة تكون سيئة الخلق تطلع تقول ده الدكتور عمل فيا كذا وكذا وهو ما عملش حاجة. واخد بالك؟ في ناس بتتدلع الدكاترة عايزة تعمل مشاكل. يبقى علشان الطبيب يحمي نفسه لازم يوقف حد معاه من قرايب المريضة وهو بيكشف على المريض، وعلشان المريضه كمان تحمي نفسها من الطبيب لو كان سيء الخلق توقف معاه محرم. فهمت ازاي؟ فوجود المحرم ده حتى الاجانب اللي ما يعرفوش الدين يقول لك كده، لازم اي ريلاتيف يبقى من المريض من قرايب المريض واقف اثناء الكشف. ريلاتيف يعني قريب، واخد بالك؟ ده حتى في الكلام الطب الاجنبي اللي مكتوب بالانجلش الانجلو ساكسوني، الطب الانجلو ساكسوني اللي هم ما يعرفوش ربنا فيه، لكن عندهم حكمة عشان ما يحصلش منها مشاكل. فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرج، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد لأمة يعني، وألا تكون هناك امرأة تعالجها. الشرط الثاني، ألا يكون هناك امرأة تعالجها بنفس كفاءة الطبيب. فإن وجدت المرأة يبقى إذا وجد الماء بطل التيمم، المرأة أولى تعالج المرأة
والرجل أو لا يعالج الرجل. حلو كويس. والسادس النظر للشهادة عليها، فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها، فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته. أو النظر للمعاملة زي في البيع والشراء، في بيع وغيره، فيجوز النظر في بيع أو في امتحان شفوي أو في صرف شيك أو في التحقق من شخصياتها للدخول للأماكن الهامة، كل دي تحطها بقى يبقى يجوز لي. أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع في أي عين وغيره، تحط تحت غيره دي حاجات كتيرة بقى. فيجوز النظر أي نظر لها، ولما ينظر ينظر لإيه؟ للوجه والكفين بس عشان يتحقق من شخصيته. وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة وللمعاملة، يعني حتى في المعاملة مش محتاج تشوف كمان كفيها وتقلعها الجوانتي يعني، واخد بالك؟ يكفي الوجه بس عشان تتحقق من شخصيتها. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها أي شرائها، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، فينظر أطرافها وشعرها لا عورتها. كويس؟ لأنه ده بيشتري بضاعة بقى، وإحنا عارفين إن في حاجة اسمها خيار الرؤية في عقود البيع، فلازم ينظر ما يشتريه ويتفحصه عشان يجيب الحاجة اللي هو عايزها، لأن بقت بضاعة، بقت صحيح هي إنسان بس بقت بضاعة، أمة بتتباع وتشترى، فلو أن يقلب فيها فيشوف شعرها أصفر ولا شعرها أسود، هو عايز إيه بالظبط؟ عايزها مثلا شقراء ولا عايزها سمراء ولا عايزها طويلة ولا عايزها تخينة ولا عايزها قصيرة؟ كل ده يمكن هو ساكن في الدور السابع وهو عايزها تبقى رفيعة كده عشان هتطلع السلم وتنزل تخدمه وتجيب له طلبات، يجيب واحدة بقى قد كده وتقول له ركبي وجعاني وما يعرفش، يروح هو اللي يخدمها؟ ما ينفعش. فاهم؟ فلازم برضو ايه يشوف على حسب الحاجة اللي بيعمل بيها. كده احنا خلصنا الانواع بسرعة، لكن هنشوف كلام الشيخ البيجوري لانه بيفتح بقى مواضيع اخرى كتيرة. لكن كده اتفهمت الامور موضوع النظر على ايه. هنشوف كلام الشيخ البيجوري وهنحاول نخلص الساعة 9، لان الشيخ البيجوري بيطول معانا شوية. بيقول ونظر الرجل شروع في أحكام النظر وأقسامه، ولا يخفى أن المناسب للمقام إنما هو النظر لأجل النكاح، وهو الذي ذكره المصنف بقوله والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين، وإنما ذكر بقية الأقسام على وجه الاستطراد. خد بالك احنا كل الكلام ده بنتكلم على النظر للمرأة مش لصورة المرأة، المرأة نفسها شخصها ولحمها ودمها، انما لو شفت صورتها في السينما يبقى النظر اليها مكروه لان ده خيال، يبقى اما تروح المسرح اشد حرمة من السينما والاتنين حرام، لان المسرح بتشوفها بلحمها ودمها انما السينما بتشوف خيالها، والنظر للخيال أخف حكما من النظر للحم والدم. فهمت بقى ازاي؟ فكل الحاجات دي هتجيلك برضو وانت ماشي بتشوف الصورة اللي هي مثلا صورة فوتوغرافية، صورة مرسومة، ولا بتشوفها لحمها ودمها وشحمها، هنا غير هنا. يبقى الكلام هنا في المرأة لما تراها بنفسها في حضورها. فهمت ازاي؟ يبعت مرسال لو عايز يشوف اكتر من كده، اكتر من الوجه والكفين، لو ان يرسل اخته زي ما كنت بتشوف ماري مونيب كده بتعجبي في الافلام بتاع زمان، وتديها البتاع تكسرها لتكون مركبه طقم اسنان، وتاخدها بالحضن كده لتكون ريحه بقها وحشه تشم بقها، وهي الحاجات اللي هي دي. ممكن انت تبعت اختك، تبعت ماري مونيب، تبعت اي حد، مش مشكله، واخد بالك؟ لكن انت ليك تنظر الوجه والكفين منه. زي الأعمى هيعمل إيه؟ الأعمى هيرسل واحدة،
واخد بالك بالنيابه عن عينيه. فنفس الحكايه. اذا كانت هتثير شهوه تبقى حرام بس من الصغائر برضه. مش متكبقى مش زنا يعني. اه تبقى تثير شهوه تبقى حرام ولكنها من الصغائر. واضح؟ ده ثياب المهنة. هتقعد هناخد في التفاصيل. صبر جميل. ما يظهر منها عادة يعني في بيتها وهي بتطبخ بتبقى ايه لابسة ايه؟ وهي بتنظف بيتها بتبقى لابسة ايه؟ اسمه ثياب المهنة. فهمت ازاي؟ دي يراها يراها من أخته، يراها من أمه. واخد بالك ازاي؟ وهكذا. من المحارم يعني. لأن مش معقول المحارم يعني قاعدين في البيت عاملين إزار. لا، يبقوا لابسين عادي اللبس مبين أدراعها. مبينه بتاع وبتنظف حاجه بتعمل حاجه وولادها حواليها وجوزها معاها والدنيا ماشيه عادي طول عمر الناس كده. ودي احكام الدين. فهمتني؟ لكن واحد تزوج واحده قبيحه جدا فبتقول له اظهر على مين واختفي على مين؟ قال لها اظهري على كل الناس واختفي على مين؟ ده مزاجه كده خلاص هو حر بقى. ونظروا إلى آخر شروع في أحكام النظر زي ما قلنا. وحيث حرم النظر حرم المس، لأنه أبلغ. إذا قال لك إنه مجرد النظر حرام يبقى ما تمدش إيدك بقى أشد حرم كده برضه. يبقى حيث حرم النظر يبقى حرم المس من باب أولى، لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة. ويحرم اتجاع الرجلين أو المرأتين في ثوب واحد إذا كان عاريين، وإن كان كل منهما في جانب من الفراش. ده حرام. ولو أخين ما ينفعوش يبقوا الاثنين عريانين ومتغطين بملاية واحدة. دي مش من الأدب الإسلامي. لكن يغطوا بملاية واحدة كل واحد لابس هدوم وما يجراش حاجة. واضح؟ ويحرم اتجاع الرجلين أو المرأتين في ثوب واحد إذا كان عاريين، وإن كان كل منهما في جانب من الفراش، لخبر مسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ولا فرق في ذلك بين الأجانب والمحارم. ولذلك قال الرملي: ولو أبا وابنه وأما وبنتها، ونازع في الأصول السبي وفي غيرهم الزركشي. ونازع السبكي في الأصول يعني الآباء والأمهات، وفي غيرهم اللي هم المحارم الزركشي. واضح؟ يعني السبكي قال طب بلاش الآباء والأمهات لأنهم بعيدين، لكن الراجح إن لا كله. ودي كنت شايف دلوقتي في قضايا بتثار زين المحارم اللي بتسمع عنها كل حين ومين، كل ده بسبب عدم مراعاة مثل هذه الأدب. ويسن مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ويستثنى الأمر للجميل، فتحرم مصافحته كمصافحة الرجل للمرأة فإنها تحرم. يبقى الأمر الجميل اللي هو الشاب اللي هو إيه ما طلعلوش لحية وشكله بناتي كده، ده برضو يحرم مسه ويحرم الخلوة به للاحتياط. الشرع بيقول لك كده تحتاط كويس يا جميل. تحرم مصافحته، لكن مصافحته لا تنقض الوضوء لأنه ما زال رجل. فهمت؟ لكن تحرم مصافحته. والحرمة هنا حرمة على الكرائع، حرمة صغائر، حرمة من باب الصغائر وليس من باب الكبائر. كمصافحة الرجل للمرأة فإنها تحرم من غير حائل. مصافحة الرجل للمرأة حرام، كبيرة ولا صغيرة؟ لا من الصغائر، حرام من الصغائر. واخد بالك؟ وهل تنقض الوضوء أم لا؟ خلاف في المذاهب. الشافعية قال لك تنقض لو كانت بغير حائل. واخد بالك؟ ما عدا الظفر والسن والشعر. والمالكية قالوا لو كانت بشهوة ولو بحائل تنتقد الوضوء، العبرة بالشهوة، وجدها أو قصدها أو لم يجدها وقصدها.
وعند الأحناف لا ينتقد الوضوء بالمصافحة إلا إذا كان مسا فاحشا مفضيا للجماع. هنا بس اللي ينقل، واخد بالك؟ يبقى فيها خلاف مذهبي في موضوع المصافحة بالنسبة للوضوء، لكن بالنسبة لمطلق اللمس كده ما فيش خلاف مذهبي، كلهم بيقول لك حرام. واضح؟ كمصافحة الرجل للمرأة فإنها تحرم من غير حائل، ومبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء إنما كانت بالقول لا بالمصافحة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، وتكره مصافحة من به عاهة، تكره طبعا علشان إيه؟ ممكن تتعدي في مرض، اللي به عاهة ده ما تصافحوش لأنه ممكن تتعدي. من به عاهة كالأبرص والأجذم ونحوهما، وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر. يعني مش كل ما تقابل واحد تاخده بالحضن، أما يبقى جاي من سفر بعيد بقالك مدة ما شفتوش، إنما يعني لسه كنت معاه من ساعة وكل ما تقابله تاخده بالحضن كده، حاجة دمها تقيل يعني. يعني المسلمين ما يحبوش الحكاية دي. وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر أو لمن بعد لقاؤه عرفا، فإنه سنة لمن ذكر للاتباع، ويسن تقبيل اليد لصلاح ونحوه من الأمور الدينية. لو قبلت يد واحد من أجل دنيا دي مذلة ما يصحش، لكن لو من أجل أمور دينية، أب بتحترمه، شيخ بتحبه علشان بيعلمك، أستاذ بيعلمك، رجل صالح، أو للشفقة زي تقبيل يد الطفل، تقبيل يد الزوجة، تقبيل يد الأم، للاحترام والشفقة، واللي ده جائز مفيهوش حاجة مطلوب. إنما من أجل دنيا تقبل إيد حاكم ظالم علشان يرقيك، زي ما كانوا بيعملوا كده مع سوزان مبارك، يقبلوا ده هيقوم ياخد أي نصيب في الوزارة، ده كده كده حرام ما يصحش. والتقبيل ويسن تقبيل اليد لصلاح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وزهد، ويكره ذلك لغني ونحوه من الأمور الدنيوية كشوكة يعني قوة ووجاهة، فقد ورد من تواضع لغني لغناه ذهب ثلث دينه كما في شرح الروض. ويسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخما وتفخيما، بخلاف غير أهل الفضل فلا يطلب القيام لهم إلا لحاجة أو ضرورة. وخرج بالقيام نحو الركوع الواقع بين يدي الأمراء، فهو حرام ولو مع الطهارة واستقبال القبلة، كما قاله العلامة ابن حجر وألف فيه بعضهم مؤلفة. قوله الرجل أي الذكر البالغ، وهو يشمل الفحل، وهو الذي بقي ذكره وأنثياه. الفحل اللي هو الرجل كامل الرجولة يعني. والخصي اللي هو الرجل الأغى، كان زمان يسموه أغوات، يخصوهم عشان يخدموا النساء، يسموه خصي. وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره. والمجبوب وهو من قطع ذكره وبقيت أنثياه، بخلاف الممسوح وهو الذي مسح ذكره وأنثياه. يعني في ناس تتولد كده ممسوح مفيش أي عضو طالع، فهو مع النساء كالأجانب كالمحرم. وأما المجنون بالنون، أحسن تفتكر المجبوب، يقول لك المجنون بالنون عشان أحسن تقرأ المجبوب وتبقى إيه النقطة وقعت في المطبعة، فهو عايز يأكد لك النطق يعني. وأما المجنون بالنون فلا يوصف نظره بتحريم ولا تحليل كالبهيمة، لأنه غير مكلف، المجنون ده غير مكلف، لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه لأن هي مش مجنونة، هو مجنون اللي يشوفه يشوفه، هو مش مكلف، لكن العائل يحتجب منه. كويس. وخرج بالبالغ الصبي، لكن المراهق كالبالغ، المراهق اللي هو قرب على سن البلوغ لكنه ما بلغش لسه، ده يسموه المراهق.
لكن المراهق كالبالغ. ومعنى حرمة النظر في المراهق مع أنه غير مكلف أنه يحرم على وليه تمكينه، لأن ما تجيش على واحد غير مكلف وتقول له حرام تعمل كده، طب هو غير مكلف. لما تقول على غير مكلف حرام يعني حرام على الولي إن مكنه. واضح؟ ويحرم على المرأة أن تنكشف عليه، يعني على المراهق ده. وكذلك غير المراهق، لو كان طفل مميز يعرف يحكي يعني وصفها للرجال يبقى برضه ما تنكشفش قدامه، يطلع يحكي وصفها يقول على فكرة جارتنا دي عندها حسنة تحت ثديها الأيمن، يقوم يسمع كده رجل فاجر يروح يقول لجوزها على فكرة مراتك عندها حسنة تحت ثديها الأيمن، يقوم الراجل صعيدي يروح قتله، يقول ازاي هو عارف الحكايه دي، يحصل مشاكل فهي تحتاط لنفسها. فهمت؟ ان كان يقدر على حكايه ما يراه بشهوه. على فكره كل الاحكام دي لما قصرنا فيها اقرا صفحه الحوادث تجد كثير من الحوادث بسبب التقصير في مثل هذه الاداب. راجل خان واحد صديقه مع زوجته علشان دخله بيته وعوده ان يدخل بيته وينتظر وهو مش موجود، ويقعد مراته معاه مرة في مرة وقع معاها في الحرام، كل ده بسبب عدم مراعاة هذه الأحكام. لو راعينا مثل هذه الأحكام صفحة الحوادث هتلاقيها معظمها مش موجود حوادث. هيتبقى بقى إيه؟ سرقة السيارات. لما يبقى أزمة البنزين تستفحل هيبطلوا يسرقوا السيارات، ما بقت زي اللتر. فيمكن برضه الحكومة بتقاوم سرقة السيارات لأنها بتقلل البنزين والسولار. يعني ما نعرف هي وسائل للعلاج. لكنها فاشلة. إن كان هذا الصبي يعني غير المراهق يعني مميز ويقدر على حكاية ما يراه بشهوة فهو كالبالغ، حرام أنها تكشف نفسها أمامه. أيضا ومعنى الحرمة فيه كما ذكر، يعني الحرمة يبقى على الوالي الذي إيه؟ مكنه والذي كشف نفسه أمامه أو كشفت نفسه أمامه. وإن كان يقدر على حكاية ما يراه من غير شهوة فهو كالمحرم، وإن كان لا يقدر على حكاية ما يراه فهو كالعدم. طفل غير مميز بقى، عيل بيوقوق بيرضع بتاع ده غير مميز ما يعرفش يقدر، ده مش كالعدم كأنه مش موجود. فبذلك علم أن غير البالغ على أربعة أقسام، وهذا كله في الواضح، الواضح الذكورة أو الواضح الأنوثة، إنما في حاجة بالنص اسمها خنثى. فهمت؟ الخنثى ده اللي هو إيه؟ غير متحقق ذكورته أو أنوثته. وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد، فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة من باب الاحتياط، إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية. هذا الخنثى المشكل. ويمكن إدخاله في كلام المصنف بأن يراد بكل من الرجل والمرأة ما يشمله، فيقال المراد الرجل ولو احتمالا والمرأة ولو احتمالا. كلمة احتمالا دي دخل الخنثى. قوله إلى المرأة أي الأنثى البالغة ومثلها المراهقة بل الصغيرة. أيوه. لا المشكل ده اللي هو مش معروف اللي هو الطب حرفي اسمه الخنثى المشكل، واخد بالك؟ أي الأنثى البالغة ومثلها المراهقة بل الصغيرة التي تشتهى كذلك بخلاف الصغيرة التي لا تشتهى، فيحل النظر إليها لأنها ليست في مظنة الشهوة إلا الفرج فيحرم النظر إليه. وكذلك ذكر الصغير وتستثنى الأم زمن الرضاع والتربية فإنها تنظر إليه وتمسحه للحاجة، ومثلها نحوها كالمرضعة. وأما الكبيرة فيحرم النظر إليها ولو كانت لا تشتهى، يعني امرأة كبيرة عجوزة شمطاء يحرم النظر إليها ولو كانت برضو لا تشتهى لنحو تشوه، وتحرم الخلوة بها إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة، كل سقطة ليها لاقطة، كلام المصري الايه المعروف ده اللغه العاميه بتاعتنا.
وسكت المصنف عن نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة، فيحل كل منهما بلا شهوة إلا لما بين السرة والركبة، فيحرم ولو بلا شهوة. ده إيه؟ يضعن زينتهن، يعني ممكن يعني يبان حتة من شعرها، يبان حتة من ذراعها، لكن مش معنى كده تروح أنت تبحلق. هي تتخفف وأنت ما تروحش تبحلق. بس فهمت؟ كلام موجه، دي جهة ودي جهة. انفكت الجهة. واضح؟ ويستثنى من الأول نظر الرجل إلى الأمرد الجميل، فإن كان بشهوة فهو حرام بالإجماع، ولا يختص ذلك بالأمرد الجميل، بل النظر بشهوة حرام لكل ما لا يجوز الاستمتاع به ولو جمادا، يعني ينظر إلى العمود بشهوة. وضابط الشهوة فيه كما قالوا في الإحياء أن يتأثر بجمال صورته، يبقى حتى لو شاف تمثال أو صورة فوتوغرافية أو كده وبشهوة يبقى حكمها إيه؟ حرام، بس من الصغائر. واضح؟ بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحم، أن يتأثر بجمال صورته بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحم ويقرب منه. قولهم هي أن ينظر فيلتذ، وكثير من الناس ينظرون إلى الأمرد الجميل مع التلذذ بجماله ومع المحبة له، ويظنون أنهم سالمون من الإثم لاقتصارهم على النظر دون إرادة الفاحشة، وليسوا سالمين. ومثل الشهوة خوف الفتنة، فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة، اللي هي مظنة الشهوة، الفتنة اللي هي مظنة الشهوة، حرم النظر أيضا. وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي ألا يكون ذلك نادرا، وإن كان بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النووي، حيث لا محرمية ولا ملك، والأكثرون على خلافه. والأمرد هو الشاب الذي لم يبلغ أوان الإنبات، يعني لا طلع له شنب ولا دقن لسه، بخلاف من بلغه ولم تنبت له لحية، فإنه لا يقال له أمرد، بل يقال له ثق بالثاء المثلثة، احنا نسميه ايه؟ أجرد باللغة المصرية العامية بتاعتنا، نقول عليه أجرد أو رجل أجرودي، يعني أجرد من الشعر يعني. ويستثنى من الثانية نظر الكافرة إلى المسلمة، فهو حرام إلا لما يبدو عند المهنة، أي الخدمة. يبقى الست المسيحية تشوف جارتها المسلمة في الثياب اللي بتبقى فيها في بيتها، بتطبخ بيها وتنظف بيتها وكده عادي، لكن ما تشوفهاش مثلا بقميص النوم، ما تشوفهاش وهي يعني ايه بترضع ابنها، الحاجات دي ما يصح. واضح؟ اي الخدمة لمفهوم قوله تعالى او نسائهن، وصح عن عمر رضي الله عنه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات. كان زمان في حمامات عامة ويخشوا يستعملوا، لان ما كانش فيه حمامات في البيوت، فسيدنا عمر في الفترة دي منع ان النساء المسلمات يدخلن الحمام مع الكتابيات، يتعمل لهم دول يوم ودول يوم، دول ساعة ودول ساعة، لأنهم غير مؤتمنات على عورات المسلمين. هذه السبب. ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة، لكن افرض الكافرة دي المسلمة دي أختها مسيحية، ممكن تخش معاها الحمام، ما أختها ما هي محرم، فهمت؟ أو أخته مسيحية تقعد معاه ويبص لها عادي. بتلاحظ الحكاية دي في أوروبا، واحد أسلم من وسط الأسرة بقيت الأسرة كلها كفار، يبقى إيه؟ يبقى محارمه غير مسلمين، تمشي. وغيرها مملوكة لها. ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها، أما هما فيجوز لهما النظر إليها، إما تكون مملوكة ليها رقيق يعني قن عبدة يعني أما، أو إنها تكون قريبة، كما بحثه الزركشي في المحرم وأفتى به النووي في المملوكة على سبعة أضرب. هنقف هنا، يبقى إيه؟ نقف عند إيه؟ الأنواع مع تفصيل الإمام البيجوري يوم الاثنين القادم إن شاء الله. ها؟ بعد المغرب
إن شاء الله يوم الاثنين القادم بعد المغرب بإذن الله حتى رمضان، هيفضل الميعاد بعد المغرب حتى رمضان، وفي رمضان أجازة، وبعد رمضان يبقى بعد العشاء. سهلة؟ إن شاء الله. يبقى كل إبريل كل شهر أربعة الدرس بعد المغرب حتى يأتي رمضان. سهلة؟ والله تعالى النقاب في الإسلام أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا مباح وأحيانا مكروه وأحيانا حرام، يعني يدور مع الأحكام الخمسة. يحرم النقاب للمحرمة ويكره النقاب إن كان مع ناس ثقات، يكره يعني قاعدة في بيتها مع أسرتها وعمها وولاد عمها وناس محترمين، تقعد تنتقب قدام ولاد عمها، ما أعرفش بنت عمي شكلها إيه، دي من العيلة، فيكره. هنا بتعمل حاجز في الأسرة، ويباح لها أن تستعمل النقاب، واخد بالك، في غير المكروه ولا المحرم، فهي أميرة نفسها، ويستحب لها إن كانت في وسط رجال أجانب لا يغضون البصر، ويجب في حقها إن كانت شديدة الجمال ويخشى الفتنة في زمن فتنة. واضح؟ بس فهو يدور مع الأحكام الخمسة مع مراعاة إمتى تخلعه وإمتى ما تخلعوش، اللي هي في الكلام اللي احنا قلناه بقى، زي في الشهادة وفي البيوع والعقود والمداواة وغير ذلك، والله تعالى أعلم. وعند الصلاة يحرم المرأة أنها تصلي مثلا وهي منتقبة، يعني وقت الصلاة لازم تكشف. لو قلنا أنه هو في الأوقات اللي فيها حرام أو يجب أو كده، يبقى ده شيء تعبدي، واخد بالك، لأن هي بتعمله من أجل الشرع الشريف. فإذا كانت بتعمله من أجل الشرع الشريف بقت عبادة. لو كانت بتعمله من أجل إن هي أصلا وشها وحش، كتير جدا والله تجيلك تشيل النقاب كده تقول الحمد لله أنها منتقبة، واخد بالك، هي مش بتعمله هنا بقى من فتنة، ده علشان بإيه؟ بتخبي القبح يعني، فده ما يعتبرش واجب عليها يعني، ده مش واجب عليها شرع يعني، فهمت ازاي؟ ده بتعمله عادة بقى، بتعمله عادة أو راحة، أو علشان مش عايزة تتمكيج، مش حاطة بقى روج ولا مكياج وبتاع، مش فاضية، بتروح منتقبة، لكن وهتحط روج بقى وتروح لابسة شعير على المنقب وعامل، يبقى ده يعني بتختلف، لكن مش من أركان الدين زي ما بيعملوه العيال الوهابية. العيال الوهابية عاملين ان الدين بني على سبعة او ثمانية، واخد بالك، بني على ثمانية، الخمسة المشهورة وبعدين تحط النقاب واللحية وختان المرأة المسلمة، وإلا يبقوا مشكلة، واخد بالك، فكبروا المسائل وعملوا قضية من لا شيء، واخد بالك، والله تعالى أعلى وأعلم. لا، ما هي أجنبية، المخطوبة أجنبية لا يخلو بها ولا يمسها، واخد بالك، بس فلو مسها يبقى حكم مس المرأة الأجنبية حرام الصغائر، واخد بالك، وهل ينقض الوضوء ولا لا بالتفصيل اللي قلناه، بس يتكلم معاها وكلام حرم، يتكلم معاها لحد ما يعرف طبعها، لكن ما يتكلمش معاها كل يوم ساعة يعني وتطهق الدنيا، واخد بالك ازاي، يعني بالعقل برضه بالمعروف يعني، انما لما ياخد الحق بتاعه زيادة عن اللزوم بيخلي الناس تكره الحق ده. واضح؟ يقولوا له ايه؟ لان العرف مطلوب، البني ادم لازم يبقى خفيف لطيف ظريف مش سمج وتقيل، يروح يزور خطيبته يقعد معاه اربع ساعات وهم في البيت مش عايزين يخلوا بيها، يقوم يضطر الراجل من دول جاي من شغله عايز يخش ينام، يفضل قاعد مستني الزبون ده يروح، انه يروح مفيش، ويقعد ينام ويقوم ولسه قاعد. حس بغيرك. انا كنت خاطب، قعدت خاطب سنه ونص، كنت اروح ازور مراتي كل يوم ثلاث من المغرب للعشاء،
مرة في الأسبوع بس. كان حماية مبسوط مني قوي، يقول يا سلام دكتور والله العظيم الله يرحمه كان يحبني جدا، لأني مش تقيل. أصلي المغرب وأروح أقعد معهم نص ساعة وتني الأذان العشاء أذن السلام عليكم، والمقابلة بعد أسبوع، وبين الأسبوع والأسبوع ما فيش تليفون يترفع. شفت الحلاوة؟ لا ما أنا بقول لك يعني. فكل ما تبقى حلو تبقى حلو، ما تبقاش دمك تقيل. وماله صرح ما يجراش حاجة، عشان عشان يخليها تميل له ما يجراش حاجة، لكن ما يبقاش كلام برضو ايه يعني واضح، يعني يبقى لطيف كده كلام لطيف، انما ما يحفظ بقى ايه الكلام الرومانسي ده ويقعد بقى ايه. يعني هو بيتطهر ويستقبل القبلة ويقوم يركع كده في الجهة دي، جهة الركوع، في لحظة دخول الايه الامير، يعني يتعمد انه يخلي ركوعه في الصلاة وقت دخول الامير، عشان هو يهرب انه ما ركعلوش لكنه بيركع، يبقى برضو كده ايه خرجه يقع في نفس الحزب. والله تعالى اعلم. اطفي يا عم. كويس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.